السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے. ناظرین، آج کا سبق ہمارا دوسرا پارہ پڑھ رہے ہیں. دوسرا پارہ میں آج کے سبق میں پڑھیں گے آیت نمبر 222 سے. آیت نمبر 221 تک مکمل ہو گیا تھا، یہاں تک پڑھ لیے تھے. رکو نمبر 11 پڑھ لیے. انشاءاللہ آج کے سبق میں یہاں سے پڑھیں گے آیت نمبر 222. سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ لوگوں سے نہ چھوٹے. تو دیکھیں ناظرین، میں سبق شروع کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يؤمن بالله واليوم الآخر یہاں پہ رکیں گے تو نون کو نون کی زبر کو نہیں پڑھیں گے ساکن کر دیں گے ان کن یہاں سے دیکھیے ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وبعولتهن أحق
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم. ناظرین آج کے سبق میں آیت نمبر 228 تک مکمل ہو گیا، رکوع نمبر 12 پڑھ لیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہاں سے دیکھیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیں، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.